مع استمرار العمليات العسكرية في سوريا، شهدت منطقة وادي خالد في شمال لبنان حركة نزوح قوية عند المعابر غير الشرعية خلال اليومين الماضيين، فيما يعاني النازحون من حالة إنسانية صعبة جدا، خصوصا الجرحى منهم. استقبلنا لحد هلا 45 حالة. هذه الحالات بمعظمها هي ناتجة عن حوادث إطلاق نار، إصابات معقدة، وخاصة أنه السلاح اللي عمال يستعمل في كتير منه رصاص متفجر. يوم السبت استقبلنا 7 جرحى. نحن اليوم الحقيقة عنا مشكلة كتير كبير بالناحية الطبابة. الجرحى اللي إجوا يوم الجمعة 2 منهم اليوم بعضهم موجودين بالمستشفى بدون علاج. فعلا حسينا نحن أنه المؤسسات العالمية كان بالنسبة لجماعة اللي تابعين للأمم المتحدة ولا الهيئة العليا للإغاثة اللي لنا عتب كتير كتير عليها يعني، وحتى يعني على اليو ان اتش سي ار عتب كتير كتير عليهم الحقيقه، فعلا ما في جديه ولا في اهتمام. من شي يومين 1000 عائله فاتت على لبنان على وادي خالد، يعني صار في عنا حاله كتير كتير صعبه، ما في اهتمام لا من المنظمات الدوليه ولا هيئه العليا للاغاثه، يعني الوضع كتير كتير سيء. نحن بالزمان صار عندنا حرب وتهجرنا، استقبلونا حطونا بقلوبهم قدمونا كل شيء، ليش نحن مقصرين؟ بيوت أهالي وادي خالد مفتوحة أمام اللاجئين الجدد، لكن هناك نقصا حادا في المواد الغذائية والأدوية والملابس. النازحون تحدثوا للإم تي في عن الظروف التي دفعتهم للهروب من الأراضي السورية. أنا بناشد كل العالم وبناشد جامعة الدول العربية اللي لسه لحديت الآن ما تحركت ولا عملت أي شيء. طيب نحن ما لنا عرب، نحن شرف ونحن عرضوا، نحن تبهدلنا، العالم ماتت على الطرقات، العالم صارت تموت، وظل واحد 4-5 أيام بالأرض. الدول الغربية عم تتدخل والدول العربية لحد الآن ساكتة، ما بيجوز هالشيء. مظاهراتنا سلمية 100%، ما في أي شيء، حتى عملونا أرهابية، عملونا سلفية، عملونا مخربين، نحن ما عندنا هالشيء كلياته. هربت من القصف والقواس علينا من الأمن والشبيحة والمخابرات. بعد ما فات الجيش على طيقلاخ جيت لهوني، بعدين بعد شي 10 أيام قالوا نرجعوا ما في شي، وغلطت إني صدقته. أنا رجعت أول ما وصلت ما حكونا شي، بعدين بعد شي 4-5 أيام كل يومين والثالث يعتقلونا ويدعوسوا علينا ويضربونا بالحدايد ويضربونا والحربة البارودي والمقدح كمان. بخشوا في عندي رفقات 2 بخشون بالمقدح بجرياتهم وبدياتهم. مخاوف النازحين عديدة، ومع شبه استحالة عودتهم إلى سوريا في ظل الأوضاع الراهنة، بات من الملح تأمين المساعدات اللازمة لهم، خصوصا وأن عددهم تجاوز 5000 منذ بداية الحوادث في سوريا لغاية اليوم.